العوبلي. السلام عليكم. دائما ما كان يخطر على بالي سؤال، ليش في كتير ناس بمرحلة من حياتهم بيبطلوا يسألوا أسئلة، وليش في كتير ناس بمرحلة من حياتهم بيبطلوا يحلموا؟ كان السؤال دائما يخطر على بالي لحد ما دخلت هذا المكان. هذا المكان دخلته من 3 شهور، تعرفت فيه على أطفال مليئين بالأحلام، بالأمل وبالطموحات، وتعرفت فيه على ولد جداً 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 مميز اسمه مصطفى. مصطفى، مرة كنت عم بشرح درس، لقيته بنص الدرس لما وصلت للنقطة الكلايماكس، النقطة اللي إلي يعني ساعة عم بشرح بدي أوصل لها عشان أفهمها للطلاب، رفع إيده simply، teacher can I tell you something؟ أنا في نفسي يا الله هذا الولد، هو تعليقاته وكل شيء بيطلع لي رافع إيده، أنا أوكي مصطفى تامي what do you wanna say. لقيت بقول لي teacher do you know that I once swam in a volcano. أنا يا شيخ he swam in a volcano. طيب قلت له we'll talk about this later مصطفى. بعد فترة كنا قاعدين نحكي عن الكتب، وإذا مصطفى عم بيقول لي teacher do you know that I'm reading a book about volcanoes. قلت واو الولد جدا متأثر ببراكين بطريقة غريبة ما بعرف ليش. مرة ثالثة لقيت مصطفى عم بيقول لي teacher I dream of making a volcano. بعد هذاك اليوم يمكن أكون أعطيته official expression من غير ما يكون قصدي، مصطفى بطل يحكي لي عن الفولكينوز. مع أني كنت أول ما دخلت الصف داخل بأحلام كتير، داخل بأمال كتير، داخل كل همي أني أوصل كل المبادئ اللي تعلمتها واللي قرأت فيها عن التعليم لهدول الأطفال، لقيت نفسي تحولت لا هذه الأستاذة. أول ما دخلت الصف كنت ناوية أفتح عقول الطلاب، كان نفسي كل طالب يشوف العالم زي ما هو بده يشوفه، أعطيه هنت، أعطيه طريقة وهو بعدين يشوف العالم زي ما هو بده. اكتشفت أني تحولت لإنسان قاعد عم بمسك عقول الطلاب وعم بيخليهم يفكروا زي ما أنا بدي، وتحولت من تيتشر آية القلب المبتسم السعيد إلى تيتشر آية العفريت. كيف وليش ومتى وإيش اللي صار معاي؟ لاحظت أنه داخل الصف في 3 أشياء بتستبد بالطلاب، محتاجة لثورة تعليمية تقلب الصف قلبة كاملة. 3 أشياء تستبد بالطلاب، ممكن أسميها الأشياء اللي بتعمل استبداد تعليمي. أول استبداد هو استبداد العلامات بالطلاب. يزيد أحد أذكى الطلاب عندي، طالب من الطلاب اللي دائماً قاعدين في الصف الأول، عيونه دائماً هيك بتلمع، يعني أنا إذا بدي أخذ أمل بطلع في يزيد. عشان أوريكم قدي يزيد إنسان ذكي ومميز وشاطر، يوم السبت كنا عم ناخذ قصة عن بنت بتطير مع جدتها، فحبيت أسأل الطلاب، قلت لهم tell me what superpower would you like to have if you had the chance to choose one. فاللي قال لي رجل ليزر، رجل كهرباء، بدي أطير، بدي أصير سبايدر مان، بدي أصير باتمان، إلا يزيد رفع إيده بهدوء وقال لي teacher I wish to be myself. واو I wish to be myself. This is very deep from a second grader. كتير ناس بعد ما قلت لهم القصة علقوا علي وقالوا لي هذا الولد ما كان فهم أصلا السؤال، الولد هذا بالعكس عنده غباء مش ذكاء. بس Let's think here a moment. ليش دائما احنا نتطلع على الطلاب او على الاطفال بانهم ناس اقل منا عقليا، او انهم ناس عندهم قدراتهم العقليه مش واصله لقدراتنا، او ما عندهم عمق في التفكير؟ يزيد قبل فتره اخذ 37 out of 45 في one of his exams. Their exams are usually 3 subjects together. يعني يزيد نقص let's say حوالي 2 علامات في كل مادة، which is fine please 2 علامات، يعني إيش المشكلة؟ اكتشفت بعد فترة إنه يزيد كان راجع على البيت في نفس اليوم عم بيعيط لأمه، عم بيقولها ماما أنا غبي، أنا غبي.
أنا لما عرفت الموضوع صفنت شوي، قلت واو كيف هذا الولد اختصر كل إشي ممكن يكون موجود عنده، كل مواهبه، كل أحلامه، كل آماله، كل الذكاء اللي فعلاً هو موجود عند يزيد بكونه طالب وبس، حكم على نفسه من العلامة وبس. ليش يزيد شايف نفسه طالب مش إنسان كامل؟ ليش شايف بس هذا الجزء من إنسانيته مع إنه في كتير أجزاء حلوة موجودة داخل هذا الطفل؟ هذا الاستبداد الأول، العلامة. الاستبداد الثاني، القوانين، وأنا ألعب دور كبير في هذا الاستبداد. أينشتاين once said, "Everyone is intelligent, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will spend the rest of its life believing that it's stupid." And this is exactly what we do in our educational system. غيث أحد الطلاب اللي جداً حركين، جداً جداً جداً. اليوم يعني حتى كنت حضرت من الصف، قلت له غيث out of class, I don't want to see you in my class. ما بيعرف إيش يعني كرسي. غيث يا أما واقف، يا أما بلف حوالين الكرسي، يا أما بركض بدور أصحابه. غيث sit properly. بيقعد غيث دقيقة، بلاقي رجع وقف ولف حوالين الكرسي. يا غيث sit down. بيقعد غيث شوي، بيرجع بيقوم بلف حوالين الكرسي. بعد فترة برضو اكتشفت إنه غيث نفسه يصير لاعب كرة قدم. وخطر على بالي سؤال مرة تانية. بأي حق أجبر هذا الطفل يقعد في مكانه 3 ساعات في اليوم على الأقل بحصتي، يضل قاعد في مكانه وما يتحرك، مع أنه حلمه يكون منطلق في الملعب وعم بيركض وعم بيعدي بين اللاعبين؟ Is it my right to do so؟ خطر على بالي السؤال. واكتشفت أنه أنا أصلاً بكتير مرات اللي بعمله في الطلاب، مثلاً لو قلت لطالب sit down بلاقيه يطلع فيه وقال لي why؟ And seriously, I don't have an answer to this. My weakest answer would be because I said so. And to be honest, when I say it, بعد ما أحكيها وأسمع حالي بحكي, wow, I'm turning into يعني مستبد، إنسان مستبد بشكل غير طبيعي. وهذا بيجعلني المستبد الثالث في الصف. أنا لما أدخل الصف عم بدخل عليهم ككتلة واحدة. 41 طالب في صفين عم بدخل عليهم. هاي الفكرة بمخي، إنهم 41 طالب، مش غيث، مش حازم، مش عمر، مش محمد، مش ليان، مش سارة، عم بدخل على 41 طالب، كلياتهم عم بعملهم بنفس الطريقة، مع إنه لكل واحد فيهم his uniqueness، شخصيته الرائعة، أحلامه، آماله، إنجازاته، بأي حق عم بعمل هذا الشيء بطلابي؟ وما ببرر لنفسي، في هاي النقطة وبحكي إنه اللي عم بعمله صحيح، بس ممكن أتفهم جداً اللي بيصير مع الأساتذة داخل الصف. الأستاذ اللي بيكون عنده ضغط كبير بالمنهج لازم ينفذه. الأستاذ اللي بدخل عليه ضغط الأهل اللي هم أصلاً بيحكوا معاكي إذا نقص ابنهم نص علامة، ويعني بسمعوكي محاضرة إنه ابني كيف بنقص نص علامة. الأهل والإشراف والإدارة والمدرسة نفسها، وكل هاي الضغوطات بتكون على المعلم. ما أبرر مرة تانية بقول، ولكني أتفهم. ومع هيك دائماً الطلاب بيذكرونا إنهم ناس مميزين جداً، إنه في كل واحد فيهم شخصية يونيك جداً بتخلي الأستاذ في اليوم اللي بعديه يقوم الساعة 6 الصبح. كتير مرات كنت أفكر، وحالياً هلأ لأنه أنا ضايلي أسبوع وبخلص الفصل الدراسي اللي درسته في هاي المدرسة، أنا كيف مر هذا الفصل معاي؟ ويعني لو يعني بابا هلا موجود، لو حدا يروح يساله ويقول له آية كيف كانت تدخل السيارة بعد ما تاخذها من المدرسة، هيقول لك كانت تعيط، تصرخ، تقول انا ما بدي اشتغل. كنت اكون في مرحلة احباط شديد جدا، بس اطلع برا المدرسة، بس ما بعرف ايش كان اللي يقومني اليوم اللي بعديه الساعة 6 الصبح والاقي حالي رحت المدرسة. هذول الطلاب هم اللي كانوا يقوموني، طلابي. الإنسان المميز داخل كل طالب من طلابي هو اللي كان يقومني الساعة 6 الصبح، أنزل على المدرسة، أتعب، أتضايق، أرجع أروح، عم بحكي ما رح أرجع المدرسة، أرجع يوم اللي بعديه أروح المدرسة. إبراهيم. On this day it was a culture day and they were supposed to talk about their culture، يحكوا عن مثلاً music of their culture، الأكل، ويفكروا في مشكلة موجودة في بلدهم ويقترحوا حل لهاي المشكلة. طبعاً بغض النظر عن الأشياء الغريبة اللي سمعتها، مثلاً غانغام ستايل صارت لبنانيز دانس و One Direction is a Palestinian band don't ask، بس
It happens. مجد. مجد طفل سوري. لما قلت لهم think about a problem in your country, he gave me that look. وقال لي teacher, it's a very, very, very big problem. There's no solution. قلت له مجد, just try to think. وعشان أوريكم قد إيه هذا الطالب مميز, حقرأ لكم in his own words what he said. حكى, the problem in Syria is that there is no electricity for cars, computers, and light. We will help make more electricity for our country Syria by sun and moon. هون طلبت من كل واحد منهم يكتب لي what he's planning to be in 10-20 years and also أشياء رائعة طلعت معاهم. حسيت برضو بالتميز الموجود في كل واحد فيهم, باليونيكنس كل شخصية كل واحد فيهم. عثمان. عثمان أحد طلابي جدا 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 هايبر. ممكن في نص الشرح يقوم يرقص قدامي عادي, ما عنده مشكلة. بس عثمان مصر إنه باتمان. حتى على ورقة الاختبار بلاقيه كتب لي عثمان باتمان. مصطفى اللي حكيت عنه أول التوك, هذا من اختبار لهم. كان لازم يكتبوا sentence على كلمة rhythm. Usually هم بيكتبوا their sentences على their copy book, so it's so rare إنه حدا من الطلاب يكتب جملة مختلفة عن الجملة الموجودة بالcopy book تبعه. بس مصطفى كتب جملة مختلفة, which is فرحني جدا. لقيته كاتب على rhythm, Hall of Fame is a good song with great rhythm. Other than إنه كتب جملة من برات الكوبي بوك, أنا جدا سعيدة إنه في أطفال عندهم good taste in music, by the way. بالنهاية أنا إنسان تخصصي مش تعليم ولا تدريس, يمكن مهتم جدا بالتعليم. جربت أدرس لمدة فصل. إحباط كان كبير, الوجع كان كتير, بس بنفس الوقت الأمل والطموح والأهداف اللي شفتها بعيون الطلاب خلتني أكمل. وبغض النظر عن المشاكل الكتير الموجودة داخل الصف, أتوقع أن الأستاذ والنظام التعليمي لو شاف الإنسان المميز داخل كل طالب من هدول الطلاب رح يقدر يوصل للمستوى الصح اللي إحنا بدنا إياه. يعني لما الإنسان داخل الطالب يصير أهم من المنهج وأهم من العلامة وأهم من القوانين وأهم من الأستاذ نفسه, ساعتها فقط رح ننشئ جيل قادر يسأل أسئلة, قادر يحلم ويحكي حلمه من غير ما يخجل, وقادر ينهض بأمتنا. شكراً لكم.